أخوتي أهلا بكم في قناة ماني برو. قبل أن أبدأ الشرح أودكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك للفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. أتيتكم بموقع لربع عملة البيتكوين بالمجان أخوتي. طريقة سهلة جدا، تضع اسم المستخدم، إيميل، كلمة السر أخوتي، تضع رجل أو أنثى، عنوان المحفظة أخوتي. أخوتي أنصحكم بمحفظة الفوسيت بي أخوتي. طريقة العمل سهلة جدا إخوتي. أولا لديه الفوسيت إخوتي دون توقف. بالنسبة للموقع يتعامل بعملة البيت إخوتي، البيت، وترى تحت ما يقابلها من البيتكوين إخوتي. الويدرو تضغط هنا، لا تضع صفحة الويدرو أو السحب حتى تقوم ب 20 مطالبة إلى الفوسيت إخوتي. الموقع لديه الفوسيت، ها هي إخوتي الأولى. تضغط على الخانة الصفراء، ستظهر بعد قليل. هنا الإحالة إخوتي 10% كل من يعمل برابطك في هذا الموقع. ها هي الخانة الصفر إخوتي. نضغط عليها هكذا، نتخطى هذه الكابتشا. نضغط على الخانة الصفراء، سيظهر رقم عشوائي يعطيك 16.50 ساتوشي، تقريبا 17 ساتوشي. نقوم بتحديث الصفحة، هاي اخوتي 17 ساتوشي. نعود الى اعمل في الموقع، يوجد تصفح روابط المختصة، هنا يعطيك العدد 39، وهنا تصفح المواقع والمهام، وايضا هنا الكوبونات اخوتي. الموقع يعطيك كوبون، تضعه في الخانة وتربح ساتوشي، وأيضا الريفيران. هنا المهام إخوتي، العروض، استطلاعات واستكمال المهام، تدخل عليها وستربح الكثير من الساتوشي. هنا أيضا الويدرو هيستورو، السحوبات والإيداعات، الإيداعات إخوتي لتغطية الحساب. عندما تغطي الحساب الأرباح ستزداد بكل سهولة. هنا أكونت سيتينج، تغيير كلمة السر، وهنا تغطية الحساب والخروج من الموقع. هذا ما لدي في هذا الموقع اخوتي. اسرعت في الفيديو لان الانترنت ضعيف عند الرفع اخوتي. عند الدخول الموقع يعطيك رقية فري، اي ستعمل بالمجان فقط. هذا ما لدي في هذا